أعظم 6 ساعات في شهر ذي الحجة، مش 6 أيام، لا مش 6 أيام. إحنا عرفنا في فيديوهات سابقة إن هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. النهاردة أقول لحضرتك على 6 ساعات فقط هم أفضل أيام عمرك، أفضل أيام في السنة، أعظم زي ما بقول لك كده، أعظم وأهم 6 ساعات على الإطلاق في شهر ذي الحجة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل شيء عظيم جدا في ال6 ساعات دول، هقول لحضرتك عليهم. وربنا سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بعباده في ال6 ساعات دول، وبيكلم الملائكة عن العباد. يا ترى ايه ال6 ساعات وايه اللي المفترض حضرتك تعمله فيهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما ورد عنه: إن الله عز وجل يباهي عشية، خلي بالك أقول لك عشية دي يعني إمتى بالضبط، عشية عرفة، يباهي بعباده الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هقول لحضرتك العشية دي إمتى بالضبط. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه رؤيا رآه الصحابة وهو قد أمسك دابته ورفع يديه لله عز وجل حتى يدعو الله سبحانه، فانفلتت الدابة منه فأمسكها بيد ورفع الثانية لله عز وجل ليقول للناس: لا تتركوا الدعاء في هذه الساعة. إيه هي العشية؟ عشية يوم عرفة تبدأ من بعد أذان الظهر أو من أذان الظهر مباشرة، أول الظهر يوم عرفة ما يؤذن، اعرف أن 6 ساعات، 6 ساعات بدأت هي أهم 6 ساعات في حياتك، إلى غروب شمس يوم عرفة، من الظهر إلى المغرب لا تسكت عن الدعاء ولا تسكت عن الصلاة ولا تسكت عن الذكر ولا تسكت عن السؤال: اسألوا الله ما تشاءون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. اوعى تفوت الفرصة دي. ولو عاوز خير اكتر، علم الناس ان هذه المعلوم، ان هذه 6 ساعات هي اهم 6 ساعات في ذي الحجة. اللهم من نشر هذا المقطع بين عبادك فاستجب له يوم عرفة، واغفر له يوم عرفة، وارزقه يوم عرفة، واقض حاجته يوم عرفة، وجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، واقبله يوم عرفة، واعتق رقبته من النار يوم عرفة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، اللهم آمين.